صباح الخير، في رؤية شفتها حابب أشارك حضراتكم بيها. امبارح في التسجيلات واحنا بنتكلم أثرت نقطة في البدايات، كانت عن غياب التعليم من الكنيسة النهاردة وغياب التعليم الحق من غالبية كتابات الآباء. إن ليه التعليم عن الحق مش كامل؟ ليه ما فكلناش الختوم؟ ده أثر نوع في التسجيلات. يعني الله سمع للكلام دوت وحب يفهمني بصورة رمزية ويشرح لي في الرؤية إيه اللي خلى يحصل غياب للحق. ليه ما وصلوش للختوم اللي احنا فهمناها النهاردة؟ ليه ما فكلناش الكتاب المقدس؟ وغالبية تفسيرهم بتفسر الكتاب المقدس كأحداث تاريخية، مش بيوصلوا للعمق الحقيقي في كل حاجة. يعني ما فيش حد فيهم قال لنا المفروض نبني فلك مثلا، أو إن رحلة الخروج دي تحصل في حياتي، أو إن سفة أو إن إصحاح الخليقة ده يتعاش كل كلمة فيه وأعبر أنا بالست أيام. محدش فكلنا الختوم ديت، محدش عرف لنا إن المفروض نسلك كما سلك المسيح، وفي صورة وفي هدف فغياب الحاجات دي كان شغلني جدا، وعمال اقول لربنا يعني تيجي في اخر الايام تفتح لنا. طب والاباء؟ طب ايه اللي حصل؟ ده كان شغلني كتير. فاللي حصل ان في الرؤية شرح لي الفكرة من خلال حدث رمزي، وفي قلب الرؤية شرح لي الرؤية. ولما قمت طبعا يعني صليت كتير عشان يفهمني اكتر ابعاد واعماق في الموضوع وفي الفكرة نفسها اللي حصلت، فهحكيها لحضراتكم باختصار شديد. جابني اللي انا في محل، هو المحل اللي جابولي ده كان محل خاص بي انا. جابني اللي انا في محل وفي واحد شغال عندي في المحل، وبعدين جابني وانا في المحل جوه انا والشخص اللي انا مشغله دوت، وباب المحل مقفول عادي، يقول الزباين هتفتح وتخش وعادي. عادي كل زبون بيفتح ويخش ويفتح ويخش ويقفل الباب وهكذا. وبعد كده راح جايب لي مشهد تاني، ان انا لوحدي في المحل جوه والمفروض ان انا قافل الباب بالمفتاح. وبعدين اتفاجئت ان الزباين نفسها بتفتح بالمفتاح بتاع المحل وبتخش. فانا ابتديت اطلع فبسالهم هو المفاتيح دي جبتوها منين؟ المفاتيح دي المفروض فقط مع الراجل اللي شغال في المحل عندي. فراحوا سابوني ومشيوا. دخلت جوه وقفلت تاني، اتفاجئت برضو ان حد تاني داخل برضو بالمفتاح. قلت ايه ده، هو انا المفتاح بتاع المحل انا مديه فقط لصاحب مديه للراجل اللي شغال في المحل، هو ايه اللي بيحصل؟ فقلت خلاص انا اطلع أحاول أعرف من الراجل اللي كان شغال عندي في المحل هو ده المفتاح لكام واحد والمين بالظبط، وأبتدي ألف على الناس دي وأحاول أجيب نسخ المفاتيح ديت منهم. وبعدين جالي صوت في الرؤية قال لي هو الأسهل إنك تلف على الكل تجمع المفاتيح، ولا الأسهل إنك تغير السرة بتاعة الكالون وبكده مفيش حد فيهم هيقدر يفتح المحل، للي انت كنت مشغله ولا واحد من اللي اخدوا المفاتيح وجريوا منك. قلت له اه صح، هو الاسهل ان انا اغير السرة بتاعت الكالون ولا واحد يبقى معاه مفتاح. قال لي لان دول كده بقوا حرامية، دول كده بقوا هيسرقوا المحل بتاعك بما فيهم الراجل اللي انت استأمنته وشغلته في المحل. قلت له صح. وبعديها طبعا يعني انا رحت المحل ورحت جايب سرة ورحت حطيتها في الباب وغيرتها، وخلاص بقى المحل بتاعي وانا اللي بقيت شغال فيه، وكده الرؤية الرمزية خلصت. المعنى الروحي اللي فيها ايه اللي حصل؟ في البداية الله ادى لبطرس الرسول مفاتيح ملكوت السماوات، ومفاتيح ملكوت السماوات زي ما شرحنا وبخصوص البراهين الكتابية هي مش نظام يدخل من السماء ويقعد مين، وشرحنا براهين كتابية قلنا للمسيح سمى مفاتيح ملكوت السماوات مفاتيح المعرفة
زي لما قال للكتبة والفرسين أنتم الذين أخذتم مفاتيح المعرفة، لا دخلتم ولا خليتوا حد كمان يدخل. وجه في حتة تانية في الأربعين يوم، والمسيح قال إن هو قاعد يتكلم معهم على الأمور المختصة بملكوت السماوات. إذا مفاتيح ملكوت السماوات هي التعليم، هي المعرفة اللي تخلي الإنسان يعيش ملكوت السماوات. ادها لبطرس وادها كل واحد آمن زي بطرس وأصبح صخرة، لأن في الموقف بتاع بطرس لما بطرس قال له أنت يسوع ابن الله، أنت المسيح ابن الله الحي، فقال له على هذه الصخرة يعني على هذا الإيمان هتبنى الكنيسة، وكل واحد هيآمن الإيمان ده ونوى يبني البناء على هذه الصخرة هدي له مفاتيح ملكوت السماوات اللي هي مفاتيح المعرفة اللي بيها يقدر يبني ملكوت السماوات في حياته ويعيش متى 13 اللي هي أمثلة الملكوت. فمفاتيح ملكوت السماوات هي مفاتيح المعرفة، هي المفاتيح اللي تخلي الإنسان يقدر يعيش الملكوت وبناء عليها يتفتح له الكتاب المقدس. هي دي مفاتيح ملكوت السماوات، هي مفاتيح معرفة الكل كلمة في الكتاب المقدس، لأني هعيش ملكوت السماوات في حياتي فالله بيشرح لي أسرار ملكوت السماوات أو الأمور المختصة بملكوت السماوات. فالمفاتيح دي اللي هي اتسلمت لبطرس أصبح هو بيبتدي يشرح ملكوت السماوات كحالة الناس إزاي تعيشها، وبناء عليها تم رشم مجموعة من الأساقفة ومجموعة من الكهنة المفروض إن هم معاهم مفاتيح المعرفة، مفاتيح الفهم اللي بيها إزاي تعيش ملكوت السماوات. قعدت الكنيسة في الفترة الأولانية بتبتدي إن هي تعيش فعلا ملكوت السماوات، لكن جه فترة على الكنيسة زي لما هنلاقي بولس الرسول كده بيكلم تيموثاوس يقول له لا ترشم أحد، لا تضع يدك على أحد بعجلة، بل إن أنت تتتبعه وتشوفه الراجل ده هينفع مناسب ولا مش مناسب. فهو جه فترة على الكنيسة كانت بتضع اليد بعجلة، وما كانش الناس دي معاها مفاتيح ملكوت السماوات غير شكليا، فافتكروا إن الموضوع حل وربط، وافتكروا إن الموضوع سلطان، وافتكروا إن الموضوع تحكم في الشعب، وما افتكروش ان مفاتيح ملكوت السماوات دي الهدف منها يفتح الكتاب ويطلع منها مفاتيح المعرفة ازاي يعيش ملكوت السماوات ويبني بناؤه على هذه الصخرة. فتحولت مفاتيح ملكوت السماوات الى عدة نسخ اتوزعت على الناس، بقت طوائف. فمن بداية الانشقاق، هو ده اللي جالي في المشهد، بداية الانشقاق ان الراجل اللي انا شغلته في المحل دوت كان جايبهولي في الرؤية نفس جسم بولس الرسول اللي بترسم في الصور، جسمه مليان، ففهمني ان الله شغله في المحل دوت كان هو بطرس الرسول. فعمل ايه بطرس الرسول، او حصل ايه في انشقاق الكنيسة، مش بطرس تحديدا، حصل ايه بعد انشقاق الكنيسة؟ بقى كل واحد معاه مفتاح، يعني كل واحد واخد المعرفة من ذاته، كل واحد فكر نفسه هيقدر يفتح الانجيل ويخش يفهم زي ما يفهم. فجي مارتن لوثر قال يلا هي بالإيمان، جت الكنيسة بتاعتنا قالت يلا هي بوسائط النعمة وبالجهاد وبالطقس، جي فئة تانية قالت لا يا جماعة دي لا طائفية، جت فئة تانية قالت لا عبادة مريمية. فبقى كل واحد معاه نسخة ومفتاح ويفتح زي ما هو عاوز ويعمل اللي هو عاوزه. فين مفاتيح المعرفة الحقيقية؟ فين مفاتيح الملكوت الحقيقي اللي هيتعاش؟ ما بقاش موجود. هل الله يلف عليهم يسحب منهم المفاتيح؟ هو ده اللي جابولي في الرؤية، هيسحب منهم المفاتيح؟ يعني هيلغي موضوع الطوائف ولا يسيب كل واحد فكر نفسه ومتوهم ان معاه مفتاح يسيبه معاه المفتاح؟ فهو ده اللي الله عمله، ساب كل واحد متوهم ان معاه مفتاح هو معاه المفتاح، ساب الاباء بعد ما انشقت، لان غالبيه الاباء هم برضو كانوا طائفه وباقي الطوائف التانيه هي طوائف، فبقى برضو مجموعه الاباء اللي عندنا بقى معاهم مفتاح وبيشوفوا بعينين ارثوذكسيه الانجيل، يعني بيطلع من الانجيل ما يثبت شفاعه. أنا مش بقول الشفاعة صح أو غلط، أنا في يوم كنت بطلع ما يثبت شفاعة، بيطلع من الكتاب المقدس ما يثبت الجسد والدم الحق، بيطلع من الكتاب ما ينفي صحة ما يدعيه مارتن لوثر، بيطلع من وهكذا. فأصبح المفتاح اللي معاه هو مش مفتاح بيفتح بيه ملكوت السماوات في حياته، هو مش مفتاح معرفة عشان يبني فوق هذه الصخرة ويصير كأحد القديسين، هو بقى مفتاح معرفة، هو بقى الكثير يتصفحونه والمعرفة تزداد. فالله عمل ايه؟ قال اختم يا دانيال، ابتدى الله يحط سرة للباب، ابتدى الله يبقى معاه هو بس المفتاح
وهو ده اللي حصل في الكتاب المقدس، ان الكتاب المقدس اتختم لان فقط المعرفة اصبحت تزداد، لان اصبح كل واحد معاه مفتاح معرفة غير التاني وبيفهم باللي هو عاوز يفهمه عشان يأيد وجهة نظره، وطلعت نسخ للمفاتيح كتير، والناس ضاع معنى كلمة مفاتيح ملكوت السماوات ومفاتيح المعرفة، فبناء عليها الله ختم الكتاب، لان الله هيفتح الكتاب لواحد فقط عاوز يعيش، لكن واحد بيبص بعينه شخصية بهدف ان هو يعمل اللي هو عاوزه ويثبت ان هو صح. والاباء بدأت ان هي تقتبس من بعضها التعليم، تقتبس من بعضها التفسير، مش تاخد من الله، والدليل هنلاقي فيه تجانس غير عادي في بعض التفاسير. يعني هنلاقي مثلا تدرس يا ام مالطي، يا ابونا تدرس بياخد من انطونيوس فكري وبياخد من الاباء، والاباء واخده كلها ومتناقله من بعضيها، والكلام كله زي بعضيته، وكله بيبعد عن لا سيبنا من الانجليزي، لا سيبنا من الكاثوليك، فبقت خناقه على المفاتيح، خناقه على المعرفه، ومن الذي يملك الحق ومن الذي يملك المعرفه. فحين ان الله لما ادى بطرس مفاتيح الملكوت واداله مفاتيح المعرفه وشرح له اسرار الملكوت، هو كان عاوزه يبني فوق هذه الصخره، لكن لما الله لقى الدنيا فتحت والمفاتيح كترت وكل واحد بيفهم بمزاجه والمعرفه كل واحد شايفها بعين مختلفه، غير سره الباب، يعني ختم الكتاب المقدس، وبقى ولا مفتاح من اللي بقى مع ولا طايفه النهارده بيفتح الكتاب المقدس، لان هم خانوه وطلعوا النسخ لنفسيهم، وكل واحد بقى بيفتح بمعرفة ذاته ومعرفة طائفة الإنجيل، فلقى أن الإنجيل مختوم والإنجيل مش قادر أن هو يفكه ولا قادر أن هو يربطه. ونقدر نرجع لتفاسير الأباء وأقربهم لينا أنطونيوس فكري، هنلاقي غالبية التفاسير بتاعة أبونا أنطونيوس إما حدث تاريخي، وإما يعدي على الآيات ما يشرحهاش أصلاً، وإما هنلاقيه في بعض تفاسير الآيات بيتعارض مع بعضه، بيتعارض تفسير الآيات نفسها مع بعضيها. ده ليه؟ لأنه خد مفتاح مش أصلي، ما خدش الماستر كي، خد المفتاح من بطرس وحب يثبت لبطرس إن هو صح. أيوة الأمم تتهور يا بطرس، بيحاول يثبت إن الإنجليين غلط، بيحاول يثبت إن ما فيش مطهر عشان يقول للكاثوليك غلط، ابتدى يحاول يثبت إن مفتاحه أصلي، إنما نسي إن هو المفتاح اللي معاه ده كان بهدف إن يوصل لي أنا الملكوت، يعرفني أنا الملكوت، فبقى بيفتح عشان يدخل كنيسته، ما بقاش بيفتح عشان هو يخش او يدخلني انا النهارده. هو ده الفهم اللي انا فهمته في الرؤية، وده الفهم ان الله فهموني وفتح ذهن عليه وقال ان ده سبب تغييره لسرة الباب وعمل ختم على الكتاب المقدس، علشان خاطر كله بقى بيفهم بمزاجه، كل واحد عمل لنفسه نسخة من المفتاح وبقت زريبة، بقى شارع، بقى أي حد يفتح الكتاب النهاردة ويطلع اللي هو عاوزه مش اللي الله عاوزه، بيعيش اللي هو شايفه وعاوز يثبته انه صح مش اللي الله عاوز يعيش هو لي، لأ بقيت بثبت من الكتاب اللي أنا عاوز أعيشه. فالله أمين، وأي حد عاوز يفتح الكتاب المقدس ويفهم فهم حقيقي، الله بيديله المفتاح اللي يفتح بيه، لأن الله بقى هو اللي شغال في المحل النهاردة، ما بقاش بيشغل عنده حد. فده السبب اللي خلى الله يبتدي يفتح لنا، لأن احنا طلبنا، فالله دانا المفتاح اللي بيه نقدر نفتح وندخل، لأننا بقينا هندخل، احنا مش هنسرقه، احنا داخلين بهدف ان احنا نعيش الملكوت، فبناخد مفاتيح المعرفة بهدف نعيش الملكوت، فاستأمننا على الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس كل كلمة في حياة، لكن احنا النهاردة في التفسير مش لاقين كل كلمة حياة. للأسف المفاتيح اللي اتخذت اتوزعت، فده اللي خلى الله يختم على الكتاب المقدس، لأن الكثير يتصفحونه، دي آية في دانيال، الكثير يتصفحونه والمعرفة تزداد يا دانيال، اختم على الكلام. فده اللي خلى ربنا ختم على الكلام وغير سرة الباب، وبناء عليها ولا مفتاح مع ولا طايفة النهاردة عارف يفتح بيها الكتاب المقدس. ومن له أذنان للسمع فليسمع.